النجار نعم. بأن الصاروخ يبعث رسالة سلام وصداقة إلى دول المنطقة، كما أنه بطبيعة الحال يعد مؤشر قوي إلى ورادع إلى أولئك الذين ربما يفكرون في العدوان ضد إيران، في إشارة غير مباشرة إلى الولايات المتحدة. 2 على 10,000، أي أنه هي المرة الأولى التي يستخدم في هذا الصاروخ الوقود الصلب المركب. هذا الوقود سجيل، وهو صاروخ أرض أرض، وبالطبع التجربة الإيرانية الجديدة لإطلاق هذا الصاروخ تمت بنجاح. ومعنا مدير مكتب طهران نفيد بهروز. إذن نفيد